السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى مقعدي سوحا كمدا الحافظ إلهين وياهيك إلى لي أدومه وكإلهي سبحانه وتعالى كورمي النبي الله يعقوب مركوايا إنن كيسي يوسف إكيل لبادنا إن مدنسوا أي كعد صدين إنو الراعو أي كحيان إنو يري هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مياني دينكو آميني يا ولالك سان دينكو آميني موياني إلهي با سبحانه وتعالى مدوح إلى عليا وخير بضن وهو أرحم الراحمين. إلهي سبحانه وتعالى إلى لنتي سنوحي كمتهاي نحريسته وخلقه سو نحريسته. أيها المسلمون عباد الله، أدون كمسلم كاي هدو يقان أو يقين صدو إلهي سبحانه وتعالى إنو يهي الحافظ إلى ليها دبتا إلى لنتا أود أوله أسبابتي وحكو إلى لله ودميناي ودنيهين أرنتا نوعا سي راد وين بكو يالا نسا نولشيس راد وين بكو يالا نسا دين تيس راد وين بكو يالا نسا الدنيا ديس وحو يقين صنايا الدومه وحي وناك هايستان ودن ونولشودو أي كميتهاي وعقلي قودو كميدي وعافمات قودو كميدي هاي ومال قودو كميدي هاي وأولاد دودو أي كميتهاي ونعموينك كلا الدوان أي الدنيا أي كميديهين. إنو إلهي سبحانه وتعالى قال يا مسلم بو إلالي وإلالين قود وأدومها ودمي أي وداقان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إلهي سبحانه وتعالى وحودري الضومهك وإلالية وإلهي سبحانه وتعالى أمر كيس يقوه قان سمي إلالية وربي سبحانه وتعالى أمر كيس كل دورة قفك مسلم كاي سقوحوها استا إلالين قار حفظ خاصة وإلالين تا إلهي سبحانه وتعالى الضومه وإلالية ولا من نوع حفظ لدين للدنيا وحفظ لدينه. إنه إلهي سبحانه وتعالى أدوان كو إلالية الدنيا ديس تاسل كذا قال هذا يا مسلمين تبوي وداقان هساها تي قال هذا وحاك الضيعا وبيله كاه وخسارة كتاقنيهين وحا أدوان لو إلالية إلالي تيس الله النعمة يوحي وقيمها بضنا دين تودي با ضيعان إيمان كودي با ضيعان عبادة دودي با ضيعان مال كودا هدي إلهي سبحانه وتعالى عينهان يلفهان وإلاليه حقيقاهان يثمراهان يمراهان إساقنا وما إلى شنع ومال كودو إلهي سبحانه وتعالى كفقينية يا عقل قودي يا حوق قودة يا رموه دا الدنيا عذاب نواكو زياد سنيان مركا إلهي سبحانه وتعالى كفق هذا إلى لنت النوع اللباد وأدونك إلهي وإلى ليدينت وإلى لنت أقيمها بضن وإلى لنت أوين وإلى لنت أصر ريسا إلى لنت أسوى معنه دون نقول يا عبد الله إلهي سبحانه وتعالى إنو كوافتيو إن النقو توقف مسلمة وموحدة ومؤمنة وعابد لله يا سبحانه وتعالى إلهي مد عابدية والرميسا ووحدية وكليينية إلهي سبحانه وتعالى إنه كاردكم هذا حفظ من الله كفرية شركية قال لماذا إلهي إنه كايلالي وربي وكوا فتية إسلام لماذا يتوحيدك وربي سبحانه وتعالى وكوا أرزاقي دين تاقيمها بدنا إلهي وكوا سودتي إن أدراعده وأذكر لقنته قفك مؤمن كاي تقال هذا وديري هاي إلى لين تقال هذا وديري هاي واتاس إنه إلى هاي دين تيسو إلى ليه إلى لين تكلنا قال هذا وكجسر رأي إلى لين تهدوية إلى هاي وإلى ليه
وإلهي با سبحانه وتعالى كتاب كيسا إنوغو شاقا إنو يهي ولي المؤمنين مؤمنين تكو قرقارا يا حفظنا يا إلالنا يا الدين والدنيا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور مؤمنين تولي قود حافظ قود إلالي قود ناصر قود وقرقار قود وإلهي سبحانه وتعالى إلهي حفظ كيسا وإني نوائن كسارا مقديدة جهلك الجهل بالله وصرعيه الجهل بأوامره ونواهيه وأحكامه إن إلهي كسار مقديد كفر جي قال لماذا إيا اللومتانك إيا الراعتانك هوده ونور كوحي جي إسلامك إيا كده يشد الرسول كإلهي وصار يخرجه من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم إلى صراط مستقيم إلهي سبحانه وتعالى وحكوشه كتابك قرآن كاي وقلني عمايي دادك الرمايي إنو يهي كتاب حق إلهي كيمي إنو يهي نور عط وحلاية المام عدة هنونك كوه ليسا إنو يهين كوه الراعة كواسو إلهي كوه هنونين يهي الدين توضى رب سبحانه وتعالى وقويل علينيا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أنت إلهي سبحانه وتعالى الله الله وحفري هذا لو ناكسني ليكوها الله وذات كين دين تلو الشيقو وناك الله فرح حمان تلقى الرابو أي هذا الكوناكسن كم ميدا وتصال ياشا وقيمها بدنا علمدو أيو الشيقان القول السديد أي تاسي كم يطاح محالقوه ليا إلهي با سبحانه وتعالى قفك الدين تيسوه إلى الله يصلح لكم أعمالكم إلهي عمل كيسوه وقدق عمل خالصة لله سبحانه وتعالى إلهي الدراد دي مدوصة مايب مدوافق سنشريعة إيا الدين تي لأيني محمد وكسودة تشيي إلهي با سبحانه وتعالى طوافتشين يوغو نعمين يا وكو أرزاقية إلهي وحوا دون كمؤمن كدين تيسوه حفديا إنو خاتم دوها قاتشيو ربي با سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله ظالمين إلهي وحوصقا كوى مؤمنين تأه بسبب الإيمان بإلهي سبحانه وتعالى وكسقا قولك حقا بإلهي كسقا مركا النفط كبحي صوت توحيد بيكون لمتانية كليين إلهي كليين إيان إلهي سبحانه وتعالى مركا الله آسئي لقدر إيراء ملائكتي امتحام يساوي ما دانا جواب تصح دابو إلهي سبحانه وتعالى وافتشيا وكسوغا إلهي إلهي امتي سدينيد أدوان كمومن كدين تيسو إلهي وحكم إذا إن مركز طوح عمل صالح إلهي دراته وصميه إنو إلهي كهنونيه أعمالك لو صالح وربي سبحانه وتعالى الباب ده خيرك وفضيه وربي ووافتشيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كو إلهي درادي نفتو دولك هذه إلهي وحوب الله قاضي إنو إلهي ودوينك خير كوردن كوهنونين أيه لنهدينهم سبلنا إلهينا معود وهان أيه بنصره وتأييده وحفظه ورعايته إلهي وهي لنا يوغرقار أيه ورب سبحانه وتعالى دين تودي الدنيا دود الله بدبا رب سبحانه وتعالى إنه إلى علينا أيه وحين أشهد النبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام حدات صلاة داد إلى الصوت حفظه إن إلهي سبحانه وتعالى وصلاة داك هو إلى علينا أيه وحول رسولك عليه الصلاة والسلام إذا أحسن الرجل صلاته فأتم ركوعها وسجودها قالت حفظك الله كما حفظتني هذه صلاة دي سوينا تشي قفكو أو دم استر الركوع دي السجود دي ده إلهي وحكوي لها صلاة وحي كتلا ده إلهي هكو إلى ليو صلاة دي إلى لسي وإذا أساء الرجل وإذا ضيع الرجل صلاته فأساء ركوعها وسجودها قالت ضيعك الله كما ضيعتني نكو هذه صلاة دي سوها قاتشوها يوحمايو
أو ضيعه والركوع الذي السجود هذا وناتش وايو وحي ترى هذا إلى ياكو ضيع سادي ضيع ضي صلاة ظهر وناتشية وإلى لي رسولك عليه الصلاة والسلام يحرف ترفع إلى يبلو كريلية تنو حميين رسولك عليه الصلاة والسلام يحيري فتلف كما يلف الثوب الخلق مرد بالي يهودي عن ضن لك الله هين سيد الله دو دوبا يا الله دو دوبا يا أبو الرسول عليه الصلاة والسلام فتضرب بها على وجهي مركز سو وجهي قال لك قدر فريعة صلاة دي والقصة عليها صلاة دي ولا تواي أيوة هجات تواي وي أيها المسلمون عباد الله أدونك وحوق قيمة بدن أيوة هايستاء الدنيا دي سيو آخرة دي سباي كوه جاك سوى الدين إلى هاي هدو الدين تي سو إلى عليا أدونك ولي ما دا أسبابتي إلى هاي الدين توجو إلى علي الله أدون كاسوح نقرية أدون قول يستبون نقرية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي الرسول كي سقفك أدعى وقول يستيقوش وينيت وحيوان أكسنايا وهيكسنايا ودونيا أيو قارية قفك دين توي كضيع عن تهين الضيع وينا بكترة قفك استو إلهي سبحانه وتعالى كبقى السجى يا نفتي سيا دينتي سبأ إلى شري وفك إلهي كبق وانا السجى يا نفتي صديعي والله غني عني إلهينا سبحانه وتعالى كافتون بكيه أو مباهنا وفك مؤمن كا إلهي سبحانه وتعالى سين الشجني دينتي يا الدنيا دبوا إلى لنايا صار يالبدن بإلهي كتاب كيس كوي على تاتو سنية يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحو النبي محمد نوغو الرمي إن دلي يرى أولاد ديري نسي حرولا أوفل اللوة وحو دحيا إن كاسي بقر كيد ديري أولاد دوني يينو سي حرولا نقضو يمعلن كي أو سي حرولا إلهي با دوني دين تيسين ويلاليو لبدا دحدو دا إلهي وحو دقاي مد إلهي يقانو وحيدو كليهيو إلهي عابده وحاينا كاكوها ريسنا أسباب تلومي تانك يودد الصحدا إنو قفكو وايو حدنا إلهي بس وانا دال يرو بقر باد ديري معلن كي سوا صاحر حدنا إلهي بس سبحانه وتعالى الدين تيسو إلالي ولي بس صبرو سي حتى قتل في سبيل الله إلا إساقو الرالكوة إلهي دراد اللود لي فتنة الشبهات بإلهي كيلالي وحدين تيسا كشكي قلية وحق لم يقدر لكن باطل يلومتانا أيو إلهي سبحانه وتعالى كبد بادي نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إيادو آي آدو قبض نايين وآي كوهر رئيس نايين أسبابها أقويه ليا معاصدة هي شهوات كوحي إلهي ودي ذي نفط ويتعش هاي أيو إلهي سبحانه وتعالى إلالي لما في قلبه من التوحيد والإيمان والإخلاص وحي إلهي قلبه سكوغا أوغيوه إيمان توحيد يا إخلاص ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي إنه يقبر حمان ويهني قولي قيد وشوكا عدك لما تشوكت الباب بدي ودن واحد يضا وقلو ييريس إساقنا وعدل يرو واكوها ميدي إسنا واكوها ميي حضنا إلهي با سبحانه وتعالى دونستي نفتيسة إياها ودي سين الراعي إلهي با كليحي الضوامها إلهي وإخلاصك كوارزاقب وكمدها إيا إيمانك إلهي سبحانه وتعالى ويسوصا في يالي تاسو إلهي سبحانه وتعالى كقبت باديي شهودة أسباب تيدي أردمي أي كسو رورتي أي سوية رتي سيداسي أي إلهي دين تادا كوكو إلى علينا هدي قلبك أغا إيمان إيا التوحيد إيا الله كعبسي وكتشيرو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب إلهي با شهوات كي يشبهات كبا
meelaad uga baxdo aad kaga badbaado ku yeelaya ta muhimki waa maxay أن يعلم الله في قلبك إيمانا وتوحيدا وإخلاصا ومحبة وتعظيما ومراقبة لله إن إلهي قلبي يا كوغي هاي إيمان توحيد إخلاص تعيل أد إلهي تعشي وينين إلهي وينين اسم إينا تهي أدون إلهي مرول بحصوصا وحق إلهي سبحانه وتعالى إسكيغي ومركز طوال نفط حمانا يوية دو إلهي سبحانه وتعالى حصوصنا إياه إلهي بين سبحانه وتعالى كبر يينا إنه إسلام لماذا إنه إلى عليه إلا إنه كرم إنه إلهي إنه كورتقي إنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن بدنا نوحي إلهي كتاب كيسا كشاقي dad masaayib iyo dhibaatooyin waaweyn oo soo waajahay ilaahay uu ka badbaadiyay. Sababta ilaahay uu ku ilaaliyeyna ay tahay ilaahay uu ugu ilaaliyay naftooda, nabadgelyadooda iyo badqabkooda inay ahaayeen addoommo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa oo tawxiidka u horeeyo ilaaliyey. وحكم كمدة صلى الله عليه كتاب كيسا كشاقي قصة نبي الله قصة نبي الله إبراهيم مركو التوحيد كاللجهر يشيركي قينا وكسور جيستي قوم كيسي وحي قرشيين دابي آد وشيدانين يكون احتوران وانا لغو احتوري داب كان وحالو قبرتي وحي كون عائن وقبه قارهان مركو يهي داب آد وين لكن إلهي سبحانه وتعالى أودي سايا أود الدبك كوين أود الدبكنا أمر كإلهي بكش قيسة هدو إلهي سبحانه وتعالى أودي قبتان كقاضو إصغو الدب هدن وحبك قبي مايو إلهي بات سيدعي يالي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم توحيدك يا إيمانك أي إلهي النبي إبراهيم كو إلالي يا دعست إلهي وأدعي هي الدعوة هي خير كالتوحيد كوهر يوفى فيناي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلهي بأسقو الميرة ومركز رشي إلى لي وليبا قريقي عدوقي إلهي مركا أوينا ابن آدم ككم إذا مركي دمنا عدوقي أوينا الماء آدم نبي موسى ويا شيء نقضي أي إلهي سبحانه وتعالى وكو إلى لي تاسمحي نوم وجنسا عدو إلهي إلى لي عدو لا فكرتها مجرته إن كستو أسباب تماد دقاء يوحيا بها بني آدم كأم وقضى يقف كدباطين كرائي فربدنيهين وكو حوق بدنيهين هل كاسو إلهي كو إلى لي وكسو صاري كاسو إلهي سبحانه وتعالى وحيودي والرسول كدقاي مركاسا كي قريقي سلقو إلى لي سببتي سيلهي وكو هلاقي maalintii isaga iyo intii rumaysay ay hijroodeen ee cadawgooda ay ka baxsadeen badii baa ka hortimi cadawgiina oo ku daba jiray dadka qaarkooda asbaabaha maadiga ah ee aad ugu muuqdaan oo ismullaahi alxaafid quluubtooda aanu si dhammaystiran u gelin waxay yidhaahdeen falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun لكن نبي الله موسى أود إلهي با سيدبا وقموقتي حفظك إلهي قال كلا إن معي ربي سيهدين سيدبان ودعضي بدي ميع لنا إلهي با ودى وقد احتشاحي كبد باديي ساقي انت الرميسي عدو قيسين كهلاقي نبي الله يوسف سيد الدين هان إلهي وإلالي وين الشاقر إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دي سنوى وإلالي ونفتي سو إلهي وإلالي عيل بالقره دي iyadoo ujeedadu ay ahayd in laga takhalluso ilaahay baa ceelka ka badbaadiyay dad aan ku ogeyn buu ilaahay u soo diray oo ka soo saaray sidii loo wadayna waxa la geeyay gurigii boqorka iyo madaxweynaha halkaasuu ilaahay ku korsaday ilaa ay gaadhay waqtigii loo waxyoonayay ilaahay subxaana wa tacaala fariintiisa uu xambaarinayay nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam badda lagu tuuray intuu qori tuurtay dabadeed nibiri baa liqay badda gunteedu la fadhiistay haddii asbaabaha maadiga
wax lagu cabiro lagu qiyaaso waxa la oranaya qofkaasi sinaba kuma badbaadi karo laakiin ogow ilaahay baa xaafida cidu ilaahay ilaaliyana asbaabta halaaga oo dhammi hadday ku ururto isagoo badqabo dhibaataana gaadhi buu ka dhex baxaya yaqiin qalbigaa gasho taasi ha noqoto ilaahay baa tala saaran doontaad kaalmaysan doontaad isku hadlayn doontaa asbaabta maadiga asbaabta shareecadu ay ogoshahay adigoo aan ka tegahay inuu aan halaaga doonanahayn laakiin kula weynaan mayso ilaa aad ilaahayba ku ilowdo oo iyadoo ay noqoto shayga u weyn ee aad isku hadlaynayso ee badbaadada aad ka rajaynayso ilaahay baa subxaana wa tacaala halkaa ka soo badbaadiyay nabiyullaahi yuunus nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo abuubakar la socda ayuu hijrooday cadowgii baa ku daba jiro boqol halaad baa madaxiisa la saaray godkii rasuulkii abuubakar ay ku jireen ayay dushiisa taagnaayeen ilaa uu abuubakar yidhi hadduu midkood lugihiisa eego wayna arkayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala ka indha saabay ilaahay qofka uu ilaalinayna junuuddiisa ayuu u diraa isagoon junuudna u dirin bilaa sababna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku xifdiya waa ku ilaaliya id qaala lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana waxba ha murugooninoo cadowgan inaga xooga badan inaga tirada badan aadka inoo raadinaya eynagu soo dhowaaday waxba warwaryaanu kugu haynin waayo ina allaha macana ilaahay inuu xaafid yahay oo la jiro oo wada saxa oo nasriga ilaahay uu ku helayo uu ku socdo ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yaqiinsanaa ilaahay baa qofka xooggiisa iyo caafimaadkiisa xataa u ilaalinaya sheekhii la odhan jiray abu tayib atabari fuqahada shaaficiyadee waaweyn ka mid ahaa boqol sannadood buu dhaafay doon baa dekad kula soo xidhatay dusheedu ka soo booday isagoo boqol jir dhaafay markaasaa la yidhi adigoo da'dana maxaad sidaa u yeelaysaa fa qaala haadihi jawaarixun xafidnaaha can ilmacaasi fi sigar fa xafidaha allaahu calayna fi lkibar xubnahan aad anoo boqol jira xooggooda ka yaaban tihiin markaan yaraabaan macaasida ka ilaaliyay buu dhi markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ilaaliyo anoo da'daasa xooggii iyo caafimaadkii iyo quwadii iyo awooddii ilaahay i xifdiyey intaad yartay haddaad macaasida iska ilaaliso markaad weynaatay raad diintaada iyo adduunyaada labadaba ku yeelanaysa intaad yartay haddaad ilaahay caasidana diintaada xataa caafimaadkaaga iyo jidhkaaga iyo diintaada intaba macaasidaasi haddaanad ilaahay uga toobad keenin oo arrinkaaga aanad sixin raad xun bay ku yeelanaysa ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay baa subxaana wa tacaala alxaafid ah waa ismuhu alkariim xaafid addunya waddiin ilaahay baa ah magaca ilaahay macnihiisa aynu baranno aynu ku camal fallo oo asbaabta ilaalinta ilaahay lagu helo aynu la nimaadno suu ilaahay waxa u qaalisan aynu haysanno diina ilaahay noogu ilaaliyo asbaabta ilaalinta ilaahay lagu helo waxa u weyn tawxiidullah ilaahay tawxiidkiisu inuu qalbigaaga galo oo aad ictiqaada annahu laa ilaaha ilaa huwa mid cibaado mutaystay oo xaq u leh inaanu jirin ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane oo shirkiga kiisa weyn iyo kiisa yar aliltifaatu ilaa kayri illaah ilaahay cidaan inaad daymooto oo aad tala saarato oo awoodahan maadiga la taaban kara ay kula weynaadaan inaad qalbigaaga aad ka saarto oo qalbigaaga aad ka dhigto mid ilaahay ku xidhan yatawakalu cala allah wayastaciinu bihi ilaahay tala saaranayo ilaahay subxaana wa tacaala kaalmo weydiisanaya tawxiidka waa inaad barato ilaahay subxaana wa tacaala inuu kelidii yahay alrab alkhaaliqu almaaliku almudabbir ka makhluuqaadkan oon jirin jirsiiyey kalehe cid la lihi aanay jirin ka maamula ee tasarufkiisii uu ku socdo qadariga ahaa iyo xukumkiisii sharciga ahaa oo ay tahay isna in loo hoggaansamo lagu camal falo taana uu ku mutaystay in kelidii la caabudo tawxiidka waa in la barto si cilmiya loo barto shirkigana waa in la barto si laysaga ilaaliyo noocyadiisa oo dhan tawxiidka waa in lagu camal falo waa in lagu camal falo macnaheedu maaha shirkiga weyn inaad iska ilaaliso ama shirkiga yar sida riyaag oo kale waa inaad xataa iska ilaaliso in tala saaradkaagu uu daciifo aad ilaahay tala saaranaysa iyo kaalmaysiga aad ilaahay subxaana wa tacaala kaalmaysanaysa
إلهي وحيابات دوما وكويل عليه وحكمد عباداتك والصلاة دوار الصريس وإن لقى الشيقنين يكود دعينيس أداد إلى الاسم هداد ضيعدنا صلاة دونيكو هبانيس نبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام يلي يحفظ الله يحفظك إلهي إلالي إلهي وكو إلالين دونا إلهي السادو إلالين السلام بحفظ التوحيدي وحفظ أوامره والنواهيه كليينتين سينا دلال الصوت أمر كيس أوه قان سنتوحو كودي دي إنا تكفو قاتو وهدون إلهي كبق يوم مراقبين وحقي سيسكي يقياد لقطو إلهي بقى كو إلالين إيه إلهي بقى نفط كو إلالين إيه ومالك كو إلالين إيه وصلاح حقيها قاقا حتى ولد كو إلالين إيه وكان أبوهما صالح أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا قدار كان نبي الله خضر وقبطي نبي موسى وكسلوغي ويسقلوا موحيون قدار كان عدة لأي وحكوه اسجرة وحالها بلو لبئنا وقوانا معنى ولي أنقان قارن هو استنسان حول قال يو إلي ما كتشري أبهود نوحوها مدون أكس حفظ بصلاح أبيهما أبو عبد الله بن عباس وحلقوا إلى لي وحوله دلقوا إلى لي وناقية هقاقية توصمانتي أبهود وحلال لي وحكو لحر سنبو إلهي إلى لنا وحنكو قبقبين يا عباد الله وحلقا يا أبا إنو شايدان كو سواسية وكو راضو دادك هو ناكسن سوك هو نباتوي وكو دعان سوك حانو كو دعان سوك هو دادا يتشعيلين أي كرد انتار سوك هو حولا إلهي واية حتى قال النبي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل امتحانك أدران دادك الدوية دلقو مريوان النبي دا كد من حق إيمانك إياتو سنانتك وكسو حيقا وهكذا ساسو أرنكاسو الصعدة إلهي أدوانك وحكو إلاليو قارهان دينتي سوقو إلاليا ما هون إلهي إنو نعم الدوية وصيو نباتوينك الدوية دانو كإلاليو قد يحفظ الله العبد بالنعم وقد يحفظه بالنقم أدوانك إلهي نعم يبد قبي برواق إنو كو إلاليا ويدعدا أدوانك إلهي نباتوين إيا مصائب كودا عانا وكو إلاليا ودينتي سوقو إلاليا أدوانها قار كود بو إلهي الدين تودا فقري قو إلاليا وإلهي وحوقيا يهديك ومال سين لها وأغنياء وكدقي لها إن الدين تودا واي إلهيين قار بو إلهي الدين تودا حنون كودا عاو قو إلاليا وعافي ما أدقبها الدين لو قوة لها كبري لها إلهي نيسك إلابي لها معاسي حقيا نو دقاقي لها قاربا حنون كصاب وقلنا غضينا التوبات كينا قاربا مال إيا أولاد أي لهايين وهدي أي سيها يصل لهايين واللود دين لها دين تودا كفتنو بلها أما فتنة كتشيرين كسي صعو لها وإن لقا قادا إصاب نقطا إن إلهي التوبات كينا ودين تديبا يقصر نقطا وغا عيدا عدوين فربضان إيا تصالي البضان أرنتا سيدوية دوشيدا ويكل هذا مركا هدي حتى نباتوين أي كقود عام في الدنيا اصبر واحتصم صبر صبر كراتر كرادي يقين سو ان يدعي كرتين السنة كو خير بضانت وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ان عافيمات كويدو وادد ويدات تعشاي ومالك اد ويدو ومدحتني ما هي مناسب لقا قادا ان كو خير بضانت وانت هدي لو دين لها وحا قاليسن اد واي لهيدا فراغ وكبخي لو دين تادا و إلهي حكمة دي سواي كنسطة سيدين تلقو إلاليو إن انتاب لغا قال أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا الإيمان والإسلام وأن يقينا من فتن الشبهات والشهوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.